تحرص وزارة الداخلية على تأمين سلامة عودة الطلبة والطالبات للمدارس تجسيدا للشراكة المجتمعية من خلال التواجد الميداني في محيط مدارس مملكة البحرين، وتعمل وزارة الداخلية وفق خطط تهدف إلى رفع الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور والطلاب. تولي وزارة الداخلية بمختلف إداراتها اهتماما بالغا لتأمين سلامة عودة الطلبة والطالبات للمدارس من خلال تكاتف أفراد الشرطة لتوفير المناخ الآمن للطلبة بدءا من دخولهم لأبواب المدرسة. الإدارة العامة للمرور طبعا متواجدة على مدار العام لتنظيم وتسهيل الحركة المرورية في مختلف المواسم، وفي موسم المدارس بشكل خاص تكثف الإدارة العامة للمرور تواجدها المروري في محيط المدارس وفي الشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية للمدارس لتأمين سلامة الطلاب اللي هي أولوية للإدارة العامة للمرور في هذا الموسم. الإدارة العامة للمرور تدعو جميع أولياء الأمور ومستخدمين الطريق أولا بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور وإرشادات أفراد شرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس وإدارة الوقت بالتبكير بالخروج لتفادي الازدحامات أو يعني ضمان انسياب الحركة المرورية. أن إدارة العمليات متمثلة بشعبة الدوريات والناجدة، حيث استقبلت العام الدراسي الجديد، حيث تم تنفيذ خطة أمنية للتواجد الأمني بالقرب من المدارس في جميع محافظات المملكة، وذلك لانسيابية الحركة المرورية لضمان سلامة الطلبة أثناء حضورهم وانصرافهم من المدارس، وذلك تجسيدا على مبدأ الشراكة المجتمعية بهدف خلق بيئة آمنة عبر تكاتف جهود رجال الأمن وأفراد المجتمع. أشكر وزارة الداخلية على المجهود الجبار اللي يقومون به في حماية الطلبة طبعا، والجهد الجبار اللي قائمين عليه. نشكر رجال الأمن على ترتيبهم للحركة المرورية وحق ضبط انسيابية وصول الطلبة للمدارس ومنتشرين صراحة حول المدارس. في الجميع وتعاون الجميع وتكاتف الجميع ممتاز، والحمد لله أهم من كل شيء خلال العبور عند المدارس في مثل هالوقت، لأن عندنا ثقافة موجودة يعني عند إخواننا السواق وباقي المشاة بشكل كبير والحمد لله. نشكر أول شيء وزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن وفي انسيابية الحركة. جسدت وزارة الداخلية أجمل صور الشراكة المجتمعية من خلال التواجد الميداني في محيط المدارس مع الجهات ذات العلاقة وفق خطط تعمل على رفع الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور والطلاب لتحقيق سنة دراسية آمنة.